يسعد مساكم. فارق الترتيب بين الأول المتصدر والسادس هو 3 نقاط فقط، وهذا بيعني أنه عم نتابع سوا واحد من أجمل المواسم بتاريخ كرة القدم اللبنانية. الأسابيع المقبلة من هالموسم رح تزداد اشتعالاً أكثر فأكثر، هذا اللي بيوعدنا فيه هالموسم. قراءة شاملة حول منتخبنا الوطني. أحمد زرائد بيبقى بالذاكرة. الياس جورج المتألق محلياً وعربياً وأسيوياً. الديربي أشعل ترتيب الصدارة. محمد قدوح سفير لبنان بملاعب ليتوانيا. طرابلس والسعي لمدرب جديد. تعادل أمام منتخب الكويت كان بطعم الخسارة، لأنه وبكل بساطة الأزرق أقل بكثير من تاريخه، وخسارة قدام إيران اجت ترجمة لواقع ميداني مش سليم. مباراتين أعطونا مساحة تحليل لوضع منتخبنا بنتابعها سوا بهالقراءة الشاملة يلي بنتأمل أن تكون حيادية وموضوعية. ما حصل منتخب بتاريخ لبنان على الدعم المعنوي والمادي والجماهيري يلي حصل عليه المنتخب الحالي، وخصوصا من الاتحاد وبالأخص من رئيسه هاشم حيدر؟ ورغم هالشي اجت النتائج على عكس التمنيات. وبغض النظر عن رأي البعض بجدارة المدرب الإيطالي جيسيبي جانيني ورأي البعض الآخر بضرورة إعطائه فرصة أكبر وعدم الحكم عليه من مباريات قليلة العدد، بيبقى أمامنا ضرورة العمل على تصحيح ثغرات واضحة. فعلى أبواب بطولة غرب آسيا لابد من تعزيز جو العائلة داخل المنتخب وتحسين تفاعل اللاعبين مع المسؤوليات المطلوبة منهم واللعب بالمتعة وأداء الصحيح ثم الفوز. المطلوب هو متابعة الدوري بشكل أفضل من المدرب ومساعدينه لاختيار أحسن العناصر وقراءة أفضل للخيارات على أرض الملعب وقراءة المباريات نفسها بشكل أداء وإجراء التبديلات بالوقت الصحيح وبخيارات مناسبة. فنياً المطلوب أيضاً حل مشكلة هيثم فعور واستيعابه، لأنه بقاؤه خارج المنتخب مش مقبول، والاستفادة بشكل حقيقي من إمكانيات خضر وحمزة سلامة وربيع عطايا. على الأرض مش من المنطق الزجب القائد رضا عنتر وعباس عطوي معاً نظراً لتشابه الأدوار. بالمقابل الدفع بعناصر شابة بالوسط لضمان التوازن بالإضافة لقراءة الخيارات الهجومية بطريقة أفعل. فمن الناحية الهجومية كانت الاستفادة من محمد غدار غير صحيحة، والزج بسوني سعد مبكر لعدم تأقلمه، والاستعانة بحسن شعيط وموني متأخر. أما محمد حيدر وحسن معتوق فجعلتهم طريقة اللعب خارج التغطية. باختصار العيوب واضحة ومعالجتها مسألة مش معقدة، والوقت كافي لتصحيح ما فات من أمال، خصوصا أنه ترتيب المجموعات الأسيوية بتعطينا فرصة جدية للتأهل لنهائيات أستراليا كأفضل ثالث. بينما كنا عم نتمنى نهني منتخبنا بالتأهل لكأس آسيا، كان الفرح عم يجي من مكان تاني بعيد قريب، بعيد بالمسافة قريب بالقلب والمشاعر والإحساس القومي الواحد. كان الفرح عم يجي من البوليدة، محل ما كان منتخب الجزائر عم يتأهل كممثل وحيد عن العرب لكأس العالم، وللمرة الرابعة بتاريخه بنتأمل أنه هالمنتخب يمثل الكرة العربية بأفضل تمثيل ويقدم صورة مشرفة، مش بس حضور مشرف، يقدم نتائج مشرفة. بنروح لبطولة لبنان مع تفوق ميداني واضح لصاحب الأرض انعكس على النتيجة. السلام عم بحسن مواقعه تدريجيا، والمبرة بعده عم يبحث عن شخصية مفقودة. على ملعب المرداشية حقق السلام صغارته فوز غالي وبغاية الأهمية على المبرة 2-1 بلقاء 6 نقاط، نظرا لتذيل فريقين جدول الترتيب قبل بداية المباراة، وبالتالي كل من الطرفين بحاجة للفوز من أجل الارتقاء والهروب من المراكز المتأخرة. السلام كان الأفضل إجمالا باللقاء، لكن المبرة ما كان خصم سهل، خاصة أنه خرج الأسبوع الماضي بفوز على طرابلس، والبداية كانت مع فرصة للسوري أحمد حاج محمد أتبعها أبو بكر المل بفرصتين متتاليتين للسلام صغارته يلي أكد جديته بخطف نقاط المباراة. ومن بعد نصف ساعة تماما هدد المبرة أصحاب الأرض بفرصة خطرة جدا أهدرها البرازيلي فيليبي فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. 5 دقائق على بداية الشوط الثاني كانت كفيلة بإعطاء التقدم لأصحاب الأرض والجمهور بعد مجهود فردي من أحمد حاج محمد. أحمد أيوب كاد يعادل للمبرة لكن رأسيته أصابت العارضة. الفرص توالت للفريقين، السلام كاد يعزز النتيجة عبر دوغلاس وأبو بكر المل، واللي ما بيسجل بده يتلقى، وهالأمر حصل بالفعل بعد ما استغل فيليبي ركنية النشيط حسين علوية وأدرك التعادل بالدقيقة 83.
فرحة المباراة استمرت دقيقتين فقط لأنه محمود مرعوش سجل هدف غالي للسلام صغرتا بالدقيقة 85 ووسط فرحة كبيرة اتكللت بارتقاء الفريق الشمالي مركزين من قبل الأخير للمركز التاسع، بينما باقي المباراة متذيل للترتيب. بقيادة مدربه المتألق جمال طه عم يواصل شباب الساحل مسيرة النقاط الانتصارات والأهداف، بينما الاجتماعي عم بيقدم الأداء الجيد من دون الترجمة والنتيجة. مباراة شهدت بعض الإشكاليات السطحية من بعض الموتورين. على ملعب الصفا بوطن مصيدبي أقيمت أجمل مباريات المرحلة السابعة، زينا شباب الساحل بخماسية بمرمى الاجتماعي يلي سجل هدفين ما كانوا كافيين ليعودوا لشمال على الأقل بنقطة. بداية المباراة شهدت ضياع من الطرفين ليعود شباب الساحل ويستلم زمام الأمور ويفتتح التسجيل بالدقيقة 27 بواسطة قائده حسن ظاهر. الاجتماعي حاول يدارك الأمور سريعا إلا أنه أمير الحاف أطلق صاروخ انفجر بمرمى الحارس أحمد قرحاني مسجلا الهدف الثاني. المخضرم عماد الميري وسع النتيجة ل 3-0 من ركل الجزاء ليوضع الاجتماع بوضع صعب قبل نهاية الشوط الأول. ومع دخول الفريقين لغرف الملابس حصل إشكال بين جانب من جمهور الساحل وبعض لاعبي الاجتماعي، اتدخل على أثر الجيش اللبناني وعاد كل شيء لطبيعته. بالشوط الثاني بدأ واضح الاستسلام على لاعبي الاجتماعي بظل تألق ملفت للساحليين بقيادة مدربهم جمال طه، وبعد أكثر من محاولة نجح كريستر ميلو رونيو بإنهاء المباراة بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة 72. المهرجان التهديفي للساحل استمر، وبالفعل ترجم المخضرم وسيم عبد الهادي أداء فريقه بالهدف الخامس. المباراة منطقيا انتهت، خصوصا أنه صحوة الاجتماع كانت متأخرة وتحديدا عندما سجل نيكولاس كوفي ومن بعده مصطفى الأصعى هدفين للاجتماع قبل النهاية بدقائق قليلة. الساحل يبدو أنه استفاد من توقف الدوري وخرج بصورة مرضية لجمهوره، أما الاجتماعي فبات بحاجة لترتيب أوراقه من جديد إذا بده يضل ينافس على أندية المقدمة. مع الإشادة بإداء كل من مصطفى الأصعى، أمير الحاف ووسيم عبد الهادي، ننتقل لمباراة ما شارك فيها الإخاء الأهلي علي وكان عم يتفوق فيها غيسينغ لعبا ونتيجة ليدخل على جدول المنافسة بصدارة الترتيب. على ملعب العهد حقق الراسينج فوز مستحق على الأخاء الأهلي علي 3-0 بمباراة كانت سيئة المستوى بالشوط الأول وتحسن ملفت بالشوط الثاني، خصوصا من ناحية الفريق الأزرق. الفريقين دخلوا اللقاء بعد توقف حوالي 19 يوم بسبب استحقاق المنتخب، وكان متوقع أنه مدرب الأخاء محمود حمود يكون شاهد على مستوى اللاعبين، إلا أنه الأداء اللي ظهر فيه الفريق الجبلي ما كان بيوحي لتأقلم المدرب مع لاعبينه. وبعد شوط أول سلبي أداء ونتيجة نجح مهاجم الراسينج العاجل سينا سورو بتسجيل هدف التقدم بالدقيقة 51، وعزز المتألق عدنان ملحم تقدم فريقه بكرة إلى داخل مرمى الحارس أحمد تكتوك بالدقيقة 67. الأخاء حاول تقليص النتيجة إلا أنه رعونة مهاجمينه بإنهاء الهجمات، خصوصا رأسية عماد غدار ومن بعدها كرة أليكسي خزاء العرضية خلوا الراسينج ينهي المباراة بالهدف الثالث عن طريق عدنان ملحم أيضا قبل 12 دقيقة من النهاية. الدقائق المتبقية من اللقاء الصعب على أخرى لعماد غدار خارج المرمى وركل الجزاء نفذ حسين طحان التقط الحارس علي الحارس. إذن الأخاء تأثر بغياب مهاجمه البرازيلي دياغو دا سيلفا وواصل نزيف النقاط، أما الراسينج فعليه تأكيد انتصاراته الأخيرة بالفوز على الاجتماع الصعب الأسبوع المقبل. إلى فريق عرف من أين تؤكل الكتف بلش تتبين عليه لمسات مدربه الأجنبي، وفريق قدم فوتبول جريء تخللوا أخطاء قاتلة والنتيجة فوز كبير للصفا على التضامن سور. مع دخول إذن الفريقين بهالوقت إلى أرض الملعب، اليوم مباراة عم تجمع العهد ونادي طرابلس. عم يعلن الحكم الرئيسي بهالمباراة حسين أبو يحيى عن صفرته لانطلاق اللقاء، فرصة لمصلحة فريق العهد، ممكن افتتاح التسجيل بهالوقت ليش لا؟ كرة داخل منطقة الجزاء مع التسديدة ممكن 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 ليش لا ممكن؟ ممكن العهد يفتتح التسجيل بهالمباراة، فعلا هو ملهم انتصارات فريق العهد بكل تأكيد. عم نتحدث كنا عن أونيكا وهذا هو صاحب الرقم 10. مع ركلة حرة عبد الرحمن العكاري عم يتقدم عم يسدد بشكل مباشر، وحيد فتال عم يفلت الكرة منه لعبد الله طالب المدافع المتقدم، عبد الله طالب عمور ممكن يسدد، عبد الله طالب ممتاز يا وحيد فتال حاول يلحق فيها سريع جدا حسين عواض عم يحصل الكره ممتازه جدا من حسين عواض اللي ممكن يسجل، بالفعل بيلعب كره لطارق العلي، فعلا تبديلات باختيار فالي عم تثمر. سينو داخل منطقه الجزاء طارق العلي طارق
تمر الكرة ولا زالت الخطورة عهدوية. جول كرة لعبد الستار لوم، محاولة كرة عرضية مقطوعة من فعور طرابلس. طرابلس عم بيقلص الفارق وصافرة نهاية المباراة. عم يعلنها الحكم حسين أبو يحيى العهد عم ينجح بإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده. الخطأ بالتقديم كان مني طبعا، شفنا مباراة العهد وطرابلس، مباراة كان الفرق فيها الخبرة والنجومية لمصلحة فريق على حساب أغربي والسعي على مصلحة فريق تاني. طبعا بذكر أنه طرابلس حاليا عم بيقودن المدرب الفلسطيني اسماعيل خرطامة، هو مدرب الناشئين والفئات العمرية بالنادي بعد ترك السوري هيثم الجطل تدريب النادي بالتراضي مع بين الطرفين، وبالتالي اليوم النادي عم بيفتش على مدرب جديد للحلول مكانه. هلأ بنروح لمباراة الصفا والتضامن اللي كنت عم قلكن عنها من شوي، انه في فريق عرف من اين تؤكل الكتف، فريق لعب بجرأة، انما الاخطاء الدفاعية اللي ارتكبها بعض لاعبينه ادت الى نتيجة قاسية. الصفا والتضامن صور لقاء الصفا والتضامن صور، لقاء طبعا بيحمل معه ذكريات كتيرة عن مواجهة الفريقين بالموسم الماضي. انطلاق المباراة بعد اشارة من حكم المباراة محمد درويش، توري على حدود منطقة الجزاء، بيحاول المور بيلعب كرة أمامية والعرضية داخل منطقة الجزاء، ممكن ولا أول أهداف المباراة لمصلحة فريق الصفا عن طريق حسن بيطار. حسن هزيمة حيدا يمر بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، توري 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 سيتو، وشو عم بيشيل حكم على المباراة مع الكرة الأمامية من أحمد جلول باتجاه علان صديق، خطيرة جدا. هدف رائع من علي نصر الدين، شوفوا بأي طريقة سدد علي نصر الدين، صاروخ أرض جو انفجر بمرمي لفضل مسلماني، ما بيقدر يعمل شيء أبدا. اللي بده يحاول يسجل هدف بهالمباراة مع الكرة، بلال مجدي كان قريب جدا، بيحاول يمر صاحب الرقم 7، بيدخل منطقة الجزاء بيلعب كرة عرضية، كرة بالعرضة ممكن هدف بالعرضة الثانية، ما معقول شو عم يحصل مع التضامن صور بهالكرة الأخيرة. تبادل رائع للكرة بين لاعبيها الصفا، ممكن نشوف هدف رابع، ممكن نشوف هدف رابع حتى بعيد أمام الفرصة، ما معقول. نور منصور بالوقت اللي هناك، زين طحان بيتقدم بهالكرة، فرصة هدف. مع هالكرة يلي تلعب بالركنية أيضا عم تبعد، وممكن هدف خامس. جول. وبهاللحظات حكم المباراة محمد درويش عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء. بعد البريك عباس عطوي والقمة 104 بين النجمي والأنصار. القمة 104 بلقاءات النجمي والأنصار كانت عم تنتهي سلبية، والمحصلة 41 فوز للأنصار تخللوا 113 هدف، 34 فوز للنجمي تخللوا 106 أهداف و28 تعادل. بمباراة هي غير عادية، بمباراة هي استثنائية، هي الكلاسيكو اللبناني، هي مباراة الأعصاب، هي البطولة المصغرة بكل بساطة. الأنصار النجمة ولحظة انطلاق المباراة، سامر سيد قاسم هو عم يعطي إشارته لانطلاق المباراة. خالد تكجي يبدو هو رح يسدد، خالد بالفعل بيسدد مباشرة، عم ترتد الكرة بين يدي لاري مهنا. في كتار بيقولوا أن حسن محمد ما بيفضل هالمركز، لكن خالد تكجي مع التسديدة أيضا هالجليد وهالبرودة اللي عم يشهدها اللقاء مع ربيع عطاي، عم يمر عم يواصل تقدم ربيع عطاي، فاصل مهاري رائع جدا، والتسديدة اللي ارتدت لعند عباس عطوي، المحاولات الهجومية والخطورة الهجومية، ممكن أول أهداف المباراة، الكرة تتخلص باللحظات الأخيرة من حارس مرمى الأنصار لرمانا، مع الكرة الطويلة لعند السريع حسن محمد، حسن محمد على حدود منطقة الجزاء بمر حسن محمد بيسدد، حسن محمد كل الأمور ممكنة مع راموس بيسدد مباشرة، إنما بتعلى مرمي لمحمد حمود وإلى خارج أرض الملعب، تنقطع كرته بتوصل لعند عباس عطوي، برافو يا عباس عطوي، سي الشيخ سي الشيخ سي الشيخ داخل منطقة الجزاء، تأخر سي الشيخ تأخر سي الشيخ بالتسديد وبالتمرير. خالد تكجي على التنفيذ مرة جديدة، عم يلعب الكرة الطويلة ولاري مهنا أخطأ بهالكرة، النجم بمجدد مع التمرير الأمامي لحسن لمحمد، لا يا حسن لمحمد، لا يا حسن لمحمد، كان ياخذ الأمور على عاتقه أكثر من مرة مع فرصة نجموية بهالوقت ممتاز وهدف المباراة حسن محمد. لا 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 ل
خالد التكجي بيطلب الكرة، حسن محمد بيحاول يمر، أيضا الكرة اللي عند خالد التكجي، خالد بيسدد من بعيد وتسديدته بتروح إلى خارج أرض الملعب، خطيرة بالوقت مصلحة أنصار كوشك بيدخل منطقة الجزاء، بيحاول يمر، بيحافظ على كرته بيلتف حول نفسه، خطير عند ما بيلتف حول نفسه كوشك. كرته مقطوعة على ربيع عطايا، خطأ كبير عم يرتكبه ربيع عطايا وحسن محمد ولاري بأنه مجددا. شوفوا المجهود الكبير يلي عم يعمله عباس عطوي، 34 سنة ولا يزال عم يركض، كان عمره 24 سنة، بعد تسديدة رائعة، تسديدة رائعة جدا، رائعة جدا. بانتظار صافرة الحكم سامر السيد آسف فعلا يلي عم يعطي صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الأنصار والنجمة. أنا شخصيا بعدني عم فتش على لاعب بحبه كتير هو حسن المحمد اللي ضيع فرص كبيرة بهالمباراة. الفرق بين النجمة والصفا أنه الصفا بمباراتهم مع التضامن يمكن حصلوا على 6 أو 7 فرص سجلوا منهم 5، بينما النجمة مع الأنصار حصلوا على 6 أو 7 فرص ما سجلوا منهم عباس ولا فرصة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير للجميع. مساء النور عباس. مجموعة كبيرة من الأسئلة بدي بلشها مع علي عسكر، علي عوطة، حسين بيضون، محمد شامي، ولاء والصوف، سليمان حريري، أحمد فؤاد، وعلي عون. السؤال اللي الكل عم يسأله، العقم الهجومي عند النجمي شو أسبابه؟ أكيد نحن بنقصنا هداف وهيدي النجمة من زمان عم بيعاني منها، معنا لاعب يكون هداف مش مهاجم، هداف يعني من أقل من فرصة ينهي لك ينهي المباراة. أنت ما عم تشوف أنت، يمكن نحن عنا بكل مباريات الدوري حتى من سنة اللي مضيت أنه نجمة بيعمل أكتر عدد فرص. هذا دليل أنه الفريق عم يقدم فوتبول كتير منيح، لما أنت بتعمل فرص كتير الفريق عم يلعب كتير منيح. بيرجع الضعف الهجومي هو هذا اللي عم يخلينا نحن شوي ما نكون بالصدارة الترتيب الفرق بالدوري. يمكن نحن لو ترجمنا 5% ما بده 10 ولا 20، 5% من الفرص اللي صحونا من أول الدوري لهلا يمكن نحن كنا مصدرين هلا. ما بدي أحرجك، إذا بدك فيك تجاوبني بالتفصيل أو باختصار، ما في أنانية بكتير محلات من عدد من اللاعبين؟ ليك ما في لعيب ما بيحب هو يسجل، بس المبالغة ممكن مرات كان يصير في أنانية، لكن لما أنت تكون بوج المرمى ما بعتقد في مرات لازم تلعب باص. نحن اللي عم يصير معنا أنه ما عم نقدر نسيب الهدف، يعني الفرص اللي شفتهم أنت كلهم فرص كتير سهلة للتسجيل. إن شاء الله هيدي المشكلة نحلها، نقدر نحلها، وما بدي أحط كله أنه ما عم ترجم فرص، كمان الحظ عم يكون عم يعاندنا بكتير أوقات. مثل ما شفت، أنا شفت مشاهد لمباراة الصفا، يمكن أنت قلت 5 أو 6 فرص، بعتقد بالشوط الأول ما كان لهم فرص الصفا، الطابات اللي سجلوا تضامن عمليا سجلوا الطابات، يمكن أول هدف منه فرصة، طابة ملعوبة بالعرض اللاعب تضامن حطها. إذا كمان في شيء من الحظ بالفوتبول على طول مع الفريق، ممكن أنت تلعب 90 دقيقة ما تعمل ولا فرصة، من فرصة واحدة تسجل وبطابة كون الحظ معك. مش أنا عينك الصفا عباس؟ صراحة هيدا الدوري بعد لهلا ما اقتنعت بولا فريق، أنا مش لأنه عم بحكي عن فريق ومش لأني قائد فريق النجمة، بس أكتر فريق عم يقدم فوتبول ممتع هو فريق النجمة، لكن اللي عم ينقصنا هو أنه نقدر نسجل. بدي أسألك عن نقطة شوي محرجة، أحد لاعبين النجمة امبارح بعد المباراة كتب على الفيسبوك وبعتقد رجع شالها، كتب أنه اللي بينقص الفريق، اللي بينقصه هو شخصياً حبة زملائه. عم تضحك لأنه عرفته للعيب وهو هيدا أجنبي. مشكلة أنه هيدا اللعيب صار عم يعاني نفسياً، وأنا قعدت معه مرة أو مرتين وحاولت هديه لهيدا اللعيب وحكيه بطريقة أنه يعني طلعوا من هيدا الجو، لأنه صار حاسس حاله مثل كأنه أنه ما حدا عم بحب، ما حدا بيحبه، ما حدا من هيدا. بينت له صورة تانية، أنا روقته ومشي حاله، رجع هلأ بهاي المباراة شوي صار عليه ضغط. هاي المشكلة بدنا نطلع منها، انه مش بس لعيب يضيع طابة، اللعيب الباقي يتعيط عليه وما بعرف شو. يعني انا بالمباراة ويلي عم قود المباراة كوني قائد فريق، ويلي عم هدي بعض اللاعبين اللي صاروا عم يتناقروا بالمباراة، هيدي مش حلوة ومش منيحة. ما بدنا نحكي كتير عن هذا الموضوع، هذا بالنهاية بنحكي نحن كجهاز فني ولاعبين بيناتنا، لكن لازم هيدا الشيء يتوضح، لأنه بالنهاية اللعيب اللي عم نحكي عنه هو لعيب جاي ليساعدنا، أنه جاي لي صحيح. ونحن كمان لازم نوقف حده ونساعده، ما فينا نحط كل العبء عليه. طيب في أسئلة محرجة لك كلاعب، بس أنا مجبور أسألها لأنه هيدي أسئلة الناس.
فادي حسون، حسين الرقة، محمد السيد، جواد ماجد، محمد حجازي، محمد أحمد، كامل الأخرس، ومش عارف آخر اسم. هل مشكلة النجمة بالمدير الفني؟ هل نتائج الفريق المتدني هي عم تظلم الكابتن موسى؟ هل أنت مع بقاء الكابتن موسى مدرب؟ تحياتي للكابتن موسى، بس هذه أسئلة الناس أنا مضطر أسألها. بالنسبة لوجود موسى، أنا بفضل بقاء موسى، لأنه كابتن موسى هو مثل أخ، وكابتن موسى محبوب. لكن يمكن اللي عم بيعاند موسى هو الحظ. أنت مثل ما بتشوف، يمكن من فترة كتير أو فترات كتير طويلة أنه النجمة ما كان عم يقدم هذا المستوى. الشيء المنيح بالنادي انه بالفريق انه في مستوى عم يتقدم، في فوتبول حلو، في اللي بيحضر نجم امبارح بيتمتع. انت عم تلعب ضد فريق الانصار، فريق منافس. بس المشكله عم برجع بقول لك، شويه حظ، شويه انانيه من كم لعيب، هن اللي شوي عم بيخربطوا جو الفريق. لكن هذا مش معناته انه شيء سيء، مش معناته الفريق بيخوف. ان شاء الله الفريق بيمشي على السكه الصحيحه، ومش عطول الحظ حيضل مع ندنا. إذا بدك تجاوب علي حيدر، وإبراهيم عنيسي، حسن وهبي، مهدي فحص، محمد حيدر، موسى حمود، علاء أيوب، تحدد لهم شو بينقص فريق النجمة. أنت ذكرت بعض الأشياء، العقم الهجومي، حل هالمشكلة، الجو العائلي، كيف بتلخص لهم هالمتطلبات اللي بتنقصكم؟ أنا بدي وجه، يعني بدي وجه الجواب للاعبين. أنا بعتقد اللي بيتمرن، اللاعب اللي مثل ما بيتمرن بالتمرين بروح بيعمل بالماتش. هاي رسالة للاعبين، رسالة إنه ما في جدية من البعض بالتمرين. ممكن مش عطول، بس أنا بعتبر إنه اللاعب مثل ما بيتمرن كل الأسبوع بروح بيقدمهم بالمباراة، لأنه هو التمرين بيعكس جو المباراة. ونحن بعتقد في كابتن إبراهيم عيتاني وكابتن موسى امبارح حكيوا بالاجتماع قبل المباراة انه هيدا الاسبوع كان في كتير تركيز، وكان في جدية كتيرة بالفريق. انعكست مستوى كتير منيح امام الانصار، لكن كان ناقصنا بعض اللاعبين يكونوا مركزين اكتر ليترجموا الفرص، واكيد كانت طلعت النتيجة يمكن اكتر من مباراة العهد. تعليقا على كلامك، بايه او لا، هل في ثواب عقاب وعقاب بالنجمة، وهل بتطالب بثواب وعقاب بالنجمة؟ لكن يمكن الظروف اللي بيمرق فيها الاندية بلبنان يمكن ما كتير في هيدي الامور، الصواب والعقاب. بس انا بفضل يكون في صواب ويكون في عقاب، يعني بالنهاية في مصلحة فريق. ولما انت تيجي تكون عندك ابن بالبيت تكون عامل شيء لتوعي، ممكن بالمدرسة ما يكون عامل. صحيح. لتوعي لازم تيجي تفيقه، ممكن يعني تضرب كف، مش معناتها تضربه، يعني تفيقه بشي صدمة، بشي قصة. هيدا الشيء اللي لازم هلا يصير. بس مش معناتها النادي مش منيح، اللاعبين مش منيح، الفريق عم يقدم مستوى كتير منيح. يعني بتعرف فتش بس عنا الخطوة الأخيرة، وهي اللي بتلت الملعب الأخير، هون عم يصير عنا نقص. واكيد اذا هيدي الامور بنعالجها، النادي بعتقد النجم بياخذ دوري قبل بكذا مرحله. طبعا رح نكمل حوارنا بعد شوي مع كابتن عباس عطوي. بنروح لافضل حارس مرمى بالاسبوع السابع من البطوله. الخيارات كانت شوي صعبه لانه ما في دور كبير، انما بالاخر كان في اختيار. المحاولات النجوميه والخطر النجوميه، ممكن اول اهداف المباراه ممكن تتخلص باللحظات الاخيره من حارس مرمى الانصار لارم هنا عم بيخلص ويعمل انجاز على الكره الاخيره. طايا خطا كبير عم يرتكبه ربيعة طايا وحسن لمحمد ولارم هنا مجددا. هيدا يلي خلى 8 من اصل 15 مدرب ومدرب سابق ولاعب سابق شاركوا بالتصويت معنا امبارح يختاروا افضل لاعب لارم هنا مش عباس، مع انه عباس عمل مباراه رائعه امبارح. كانوا الكل عم بيقولوا لنا إذا بقيت النتيجة تعادل لارم هنا أفضل لاعب، لأنه عطى فريقه نقطة. إذا ربحوا النجمة أكيد عباس، لأنه عطى فريقه 3 نقاط. أفضل هدف بالأسبوع السابع كان من دون منازع مع الكرة الأمامية من أحمد جلول باتجاه علان صديق، خطيرة جدا. هدف رائع من علي نصر الدين. شوفوا بأي طريقة سدد علي نصر الدين، صاروخ أرض جو انفجر بمرمي لفضل مسلماني، ما بيقدر يعمل شيء أبدا. من الهدف الرائع لعلي نصر الدين بنروح على طبعا فقرة تثير الجدل عادة، الحالات التحكيمية، اليوم مع الحكم المعتزل بشير أواسي. بشير مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا حسن،
تحية لك ولضيفك، مساء الخير للسادة المشاهدين. اعتراضات بالجملة للأسبوع السابع للدور اللبناني لكرة القدم، اعتراضات محقة أو لا من تابعها سوا. والبداية مع المباراة الأولى بين السلام صغرتا المبرة. الحالة الأولى، لاعب السلام أبو بكر المل طالب بركلة جزاء والحكم أمر بمتابعة اللعب وقراره كان صحيح. الحالة الثانية، لاعب المبرة طالب بخطأ والحكم احتسب رمي التماس وقراره كان صحيح. الحالة الثالثة والأخيرة، السلام طالب بركلة جزاء بحجة لمس الكرة بإيد حسن مزهر وقرار الحكم بمطالبة اللعب كان صحيح لأنه اللاعب كان عم بيلتف والإيد بمحيط الجسم. المباراة الثانية بين شباب الساحل والاجتماعي، الحالة الأولى مطالبة الاجتماعي بركلة جزاء بعد احتكاك بين عماد الميري ومصطفى القصعة، الحكم أنذر الأخير وهون كان قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان خاطئ لأنه المدافع أصاب رأس المهاجم من دون الكرة. الحالة الثانية، احتساب خطأ من محمد إرحاني على عماد الميري، القرار كان صحيح ولكنه لا يستحق رفع البطاقة الصفراء. المباراة الثالثة بين الراسينج الأخاء، الحالة الأولى اعتراض بريشز على قرار الحكم المساعد باحتساب ركنية على فريقه، الاعتراض كان محق وقرار الحكم المساعد كان خاطئ. الحالة الثانية، مطالبة عماد غدار بركلة جزاء على بريشز وقرار الحكم بمتابعة اللعب كان صحيح. الحالة الثالثة، ركلة الجزاء اللي احتسبها الحكم على حسين طحان لمصلحة لاعب الراسينج حسن قلات كانت صحيحة لكن القرار كان ناقص بيستوجب البطاقة الصفراء. الحالة الرابعة والأخيرة، ركلة الجزاء اللي احتسبها الحكم على طارق حلوم لمصلحة لعب الأخاء حسين طحان كانت غير صحيحة. المباراة الرابعة بين الصفاء تضامن صور، مطالبة محقة من التضامن بخطأ ما احتسبه الحكم بعدما ركل لعب الصفاء قدم اللاعب المنافس. الحالة الثانية، مطالبة محقة كمان من التضامن بخطأ وقرار الحكم أيضا كان خاطئ لأنه رفع القدم على مستوى الرأس يعتبر لعب خطر. الحالة الثالثة والأخيرة، الهدف الثاني اللي سجله إبراهيم توري بنلاحظ بوضوح أنه الكرة تجاوزت خط المرمى وأنه إيد حارس المرمى داخل الخط وقرار جريء من الحكم المساعد. المباراة الخامسة واللي هي أثارت جدل كتير هالأسبوع بين الأنصار والنجمة، الحالة الأولى وليد إسماعيل قطع الكرة بإيده، الحكم احتسب الخطأ ولكن كان بيتوجب إنذار اللاعب لأنه تعمد استعمال اليد على مشارف منطقة الجزاء. الحالة الثانية، قرار الحكم المساعد باحتساب تسلل عن النجمة كان غير صحيح. الحالة الثالثة، هالمرة قرار الحكم المساعد باحتساب تسلل عن النجمة كان صحيح. الحالة الرابعة، ربيع عطايا بيتعرض للعرقلة من وليد إسماعيل على مشارف منطقة الجزاء وكان بيتوجب على الحكم احتساب الخطأ وإنذار اللاعب المدافع. الحالة الخامسة واللي أثارت جدل كتير هالأسبوع، نفس الكرة ارتدت وطالب النجمة بخطأ من حسين السيد على عباس عطوي والخطأ كان خارج منطقة الجزاء وكان بيستوجب احتسابه ومنح حسين سيد البطاقة الحمراء كونه آخر مدافع. وهيدي كانت جردة لبعض الحالات التحكيمية وعودة لك حسن لمتابعة فقرات أوفسايد. شكرا بشير، أغنيت هالفقرة إلى لقطة الأسبوع. دورها دور دور واعطيني الشرطة قبل ما تجي تجي تجينا الشرطة. دورها دور دور هيك عم نربي أجيال أرجيل بالملعب. بنتذكر نحن وياكم مشاهدينا النتائج الكاملة للأسبوع السابع من البطولة وبنبدأها مع العهد طرابلس 3-1 راسينج أخاء 3-0 صفا تضامن 5-0 سلام مبرة 2-1 شباب الساحل الاجتماعي 5-2 أنصار النجمي 0-0 عم نتابع الترتيب صفا بالصدارة 15-13 العهد 12-4 أندية الساحل أنصار نجمي راسينج اجتماعي أخاء سلام 8 نقاط طرابلس 7 التضامن 5 والمبرة 3 نقاط ترتيب الهدافين لسينا سورو ونيكولاس كوفي من الراسينج والاجتماعي 5 4 أهداف لكل من عدنان ملحم من الراسينج دييغو من الإخاء وثلاثة لعدد كبير من اللاعبين عم نتابعهم أمامنا
61 لاعب لهلأ سجلوا أهداف ببطولة لبنان بسبع أسابيع، واحد منهم فقط بس بمرمى فريقه. الجمعة بيلعب الريسينج مع الاجتماعي 2:45 ملعب الصفا، السبت صفا مع طرابلس على ملعب المدينة الرياضية مباراة منقولة مباشرة، السبت أيضا العهد والمبرة على ملعب العهد، الأحد إخاء السلام على ملعب الصفا، الأحد أيضا تضامن الأنصار على ملعب فور البلدي، والمباراة الأخيرة بهالأسبوع رح تكون النجمي وشباب الساحل بملعب صيدا البلدي، ورح تكون منقولة مباشرة على شاشة قناة الجديد. عباس، جاني كتير أسئلة، يمكن الوقت مش كافي نذكر من مين الأسماء، عن مباراة النجمي وشباب الساحل. الساحل عم بيقدم أداء تصاعدي هجومي كتير منيح، دفاعيا الفريق متماسك، كيف شايف مباراة؟ ليك ما في مباراة بالدوري عم تكون سهلة على كل الفرق، مثل ما شايف الدوري النقط كتير متقاربة بين كل الفرق، يمكن بس فريق أو فريقين من اللي من تحت، لكن الدوري صعب، كل مباراة صعبة، بس أنت كفريق إذا بتفوت على كل المباراة تعطي كل فريق تحترم الفريق الخصم وبتكون أنت مركز، أكيد بتقدر تأخذ 3 نقاط بأي مباراة. أنا قلت يمكن قبل هلأ أنه أنا ما بخاف من أي فريق، لكن بخاف من فريقي ومن لعيبتي. إن شاء الله مباراة حتكون أكيد حتكون صعبة، هي مباراة 3 نقاط، وإن شاء الله إذا قدمنا مستوى مثل مباراة الأنصار أكيد بنقدر نفوز بالمباراة. أسئلة سريعة، عباس، محمد فقيه، محسن فنيش، علي صالح وحسين ضاحي بيسألوك ليش تراجع مستوى حسن لمحمد؟ كل لاعب بالعالم بيوصل مرحلة بينزل مستوى، ما بدنا نجي نذبح حسن محمد نحن، يعني كمان لازم نوقف حد حسن. أكيد إن شاء الله حسن بيرجع لمستوى، بيرجع بيفكر هو كتير منيح إنه كيف لازم يرجع مستوى، كيف لازم يتمرن منيح حسن، واكيد بيرجع لمستوى احسن لعيبه بالعالم بيتراجع مستوى. ليش دائما افضل حارس بيكون ضد النجمه حسن زلزلي؟ انا اليوم كنت عم فكر بهذا الموضوع انه من كثر الفرص، يعني فريق بيقدم يعني بيعمل اكثر، يمكن في مرات تلاقي كمان حتى الحراس اللي بيخسروا، الفرق اللي بيخسروا بيكون حراسهم كمان النجمه معنا. يمكن عباس نحال بيقول لك شو بتقول لجمهور النجمه؟ أنا بدي أتشكر أكيد بدي أتشكر جمهور النجمة، أكيد اشتقنا لهم، يعني السابق أنه قلنا زمان إجوا بس حضروا ماتش الصفا وخسرنا هذه المباراة، لكن أتمنى نهار الأحد يكونوا كتار بماتش الساحل، هو زينة الملاعب اللبنانية، ومثل ما شفنا وكل العالم شافت من وقت ما توقف الجمهور وخاصة جمهور نادي النجمة الفوتبول راح روقاً. بنتابع فقراتنا، مصطفى الأصعى أكيد تألق مع الاجتماع ولكن فريقه خسر 2-5، لاري مهنة تألق مع الأنصار، عباس عطوي مع النجمة لكن فريقهم كل واحد كسب نقطة، وأكيد تألق حسين عوضة مع العهد وساهم بفوزه، ولكن اللاعب يلي اختاره عدد من المدربين الحاليين والسابقين ليكون لاعب الأسبوع السابع هو اللاعب يلي قدم مباراة مميزة عموما، سجل خلالها هدفين وساهم باحتفاظ فريقه بالصدارة، عم نحكي عن إبراهيم توريه اللاعب العاجي بصفوف الصفا بغياب روماني توبا، تم اختياره ليكون نجم هالأسبوع، لاعب عم بفرجينا تطور واضح بالأداء، لاعب جماعي بنية رائعة وتهديف باللحظات الحرجة، زار مقر شركة ألفا وتلقى جائزته من السيد محمد الجمالي المدير المالي بشركة ألفا، وطبعا بوجود الزميل هاشم مكي تم تسليمه هالجائزة. أما مسابقة الجمهور لتوقع نتيجة مباراة شباب الساحل والاجتماعي، فواحد فقط توقع النتيجة 5-2، اسمه حسين عوضة. حسين اتصل فينا، تواصل معي شخصيا عبر الفيسبوك، إنما مش لدرجة أنه يتواجد اليوم ببيروت ويتلقى جائزته، إن شاء الله خلال نهاية الأسبوع أول الأسبوع المقبل بنحكي عن هالموضوع. عباس عطوي، أسئلة سريعة أيضا نحن وياك عنك، بدي منك أجوبة سريعة جدا، واعذروني مش رح أذكر أسماء السائلين لأنه الوقت مش كافي، هل بتشوف عباس عطوي مدربا يوما ما؟ إن شاء الله بس بكر. مش مفكر بالموضوع؟ مش مفكر، ما حدر يعني ما حفكر بموضوع التدريب قبل ما أوقف. ليش ما توفقت بالإمارات؟ بالعكس اللي عملته أنا بالإمارات يمكن من مع الفريق بعتقد كان كتير منيح، أنا رحت على الفريق كان معه 3 نقاط بس وما ربحان ولا مباراة، خلصت معه 20 نقطة والفريق بقى بالدرجة الأولى. تجربة الإمارات فادتك أو ضغطتك؟ فادتني. ليش ما جربت تحترف بسن أصغر ولا ما أجت الفرصة؟ إجا كتير فرص بس النادي ما قبل.
بتلوم النادي؟ أكيد. بأي دوري كنت بتتمنى تحتلف؟ قطري أو الإماراتي. أمتى بنرجع نشوف أهداف من ضربات حرة غابت من فترة؟ إن شاء الله قريبا. كيف قادر تحافظ على يأتك بهالعمر؟ الحمد لله، يعني أنا معتبر هيدا الشغلة وبحافظ عليه إنه بتمرن منيح، وأكيد مسألة النوم هو السهر اللي بيضرب أكتر شيء وبيضر لعب الفوتبول والسهر. الحمد لله أنا هيدي الأمور محافظ عليها، وأهم شيء تمرن صح. مين أصعب فريق واجهته لحد هلأ السنة؟ بالدورة؟ أكيد مش إيران. صراحة التضامن صور يعني مش أصعب، لكن أكتر فريق ضايقنا. شو رأيك بزياد صمد، وهل قرار اعتزاله برأيك صح؟ كنت بتمنى يبقى، لكن هذا الشيء قرار الاعتزال بيرجع لصاحب القرار. مين خليفتك؟ في حسن العنان، صبي كتير واعد. شو رأيك بربيع عطايا؟ لعيب ممتاز، لكن مشكلة ربيع انه عقلية ومنا احترافية. ربيع لو بيركز وبيهتم بحاله بيعمل من احسن لعيبة بلبنان. مين افضل الاجانب بالدوري بنظري؟ لهلا ما في لاعب عبالي راسي. مين افضل لاعب لبناني محلي حاليا؟ في كتير لاعبين مميزين هاي السنة، لكن أنا بقول إنه في فرق مميزة، أفضل فرق بهالدوري. مين؟ في الساحل كتير منيح. مباراة مع الساحل، مع أي نادي بتفضل تلعب عدا النجمة إذا ما كنت بالنجمة؟ نجمة. وين هل ممكن تعتزل على مرحلتين دولياً بعدين محلياً؟ مفكر بالموضوع؟ إيه أكيد حوقف دولياً بعدين. إذا طلب منك الانضمام لفريق الصفا بتقبل العرض؟ لا تعليق. ليه لا تعليق؟ ما بعرفك بتهرب. ما هربت. شو رأيك بالاجتماعي؟ عم يقدم مستوى كتير منيح، لكن مشكلة إنه الفرق هيدي ما عندنا نفس طويل. برجع بقول هيدي أسئلة الجمهور، هل أنت راضي عن الإجراءات اللي عم تتخذ ضد الجمهور والقرارات اللي عم تتاخذ؟ لا. مين هو اللاعب اللي بتتمنى يلعب جنبك؟ مونش عايته. الجزء الأخير من أسئلة عباس إلها علاقة بمنتخب لبنان، بننتقل إلى بعد البريك يلي بتشوفه بعده أحمد زرائط بذاكرة جمهور النجمة. سفير لبناني بأحد ملاعب أوروبا تم اختياره مؤخرا، ومع نهاية الدوري أفضل لاعب صاعد بليتوانيا طبعا محمد قدوح نجم النجمة السابق وفريق سودوفا الليتواني حاليا. بداية أنا كنت عم بلعب فئة عمرية بنادي النجمة، بلشت من فئة الشباب وصولا للشباب، فكان في خي أنا بهالفترة كل المباريات اللي كنا عم نلعبها كان عم ياخذ لقطات، عم بيصور فيديوهات للمباريات وكنا عم نحطها على اليوتيوب، وانا عندي خي تاني عايش بايطاليا، فقدر اتواصل مع مدير اعمال ايطالي، بعث له الفيديوهات لهونيك، وعلى اساسها انه شاف الفيديوهات عجبه وقدر ادبرنا تجربه ببليتوانيا. طلعت لهونيك انا بهيديك السنه، طلعنا لعبنا ماتش دولي بلاتفيا مع الفريق، والحمد لله قدرت سجلت، وكانت تراي اوت جيد جدا يعني، وعلى اساسه طلعنا لهونيك. كل شيء بدك تاخده انت في ريسك معين بدك تاخده بحياتك، يعني انا طالع من هون كنت تارك كل شيء ورا ظهري، جماعه النادي اللي هون، طالع على كل شيء جديد، على حياه جديده، فما انه شيء سهل ابدا، بس انه لما انت حاطط هدف قدامك بدك توصل له، فكل هالصعوبات بتتجاوزها. بدايه يعني حاولوا انه قد ما فيهم حاولوا يقولوا لي انه بلكي بتلاقي عروضات احسن او شيء، انه انطور بعدك عمرك صغير، انت طالع ما عم تلعب حتى عندنا، ما عم تلعب بالفريق الاول كنت اساسي. فقلت لهم هذا مش معيار، يعني انا اذا ما كنت عم بلعب نادي النجمه بالاخير نادي كبير، انتم فريق بطولات، ما حتتكلوا على لعيب صغير تعطوه فرصته، يمكن مش ضروري اذا انا ما عم بلعب معكم يعني انا ماني لعيب جيد. وعلى اساس طلعت واخذت هاي المخاطره اذا بدك مجازفه، وطلعت لهونيك، وبعدين بس طلعت ومش الحال، كانت رده فعلهم ايجابيه جدا، يعني ما وقفوا بوجهي ابدا، سهلوا لي كثير قصص. انا عقدي صراحه لثلاث سنين، ثلاث مواسم. كأول سنة بتعرف أنت رايح على بلد جديد، على تجربة جديدة، ففي صعوبات بدك تواجهها، طبيعي، شيء طبيعي. ففي سلبيات بتجيك وفي إيجابيات، أنت بدك تحاول تشتغل تصلح السلبيات تبعولك وتحافظ على الإيجابيات. فكأول سنة أنا
لإلي كانت بعتبر ما بدي أقول ممتازة للطموح اللي أنا عندي إياه، بس فينا نقول جيدة، لبال جيدة جدا. مبدئيا راجع على ليتوانيا، أنا في عقد بيربطني بالفريق كعروضات. يعني بالمبدأ أنا في هذه السنة طلعت أفضل مهاجم ناشئ بليتوانيا، فالعيون كلها سنة جاي حتكون علي مبدئيا، وإن شاء الله خير. يعني إذا العروضات بتجي، جايزة كتير مهمة لإلي، كتير مهمة بحياتي. يعني كبداية خاصة أنت بدك شيء، بدك دافع من جوا يعطيك حتى تفجر كل شيء عندك. طموحي هالفترة أنه أبرز أكثر بعالم الفوتبول، أعمل اسم لإلي، أرفع اسم لبنان إذا بدك برا. يعني هيدا أنت هيدا الدومين فتت فيه لحتى توصل لأبعد محل. فيمكن طموحي باختصار أنه ألعب دور كبير بأوروبا. أمنياتي أنه أقدر أوصل لأبعد محل بالفوتبول. عباس، محمد قدوح واحد من الناشئين اللي خرجوا النادي النجمي، ليش ما عدنا عم نشوف، بديش أقول نوعية، بس نوعية وكمية مثل ما كنا نشوف زمان أيام المرحوم عصام بهيج، أيام أكثر من مدرب الكويس، أيام أسماء قديمة عديدة مرقت عن نجمي أبو علي العدو وغيرهم. في مشكلة صارت بنادي النجمي، هي عدم الاهتمام بالفئات العمرية. يعني كان نادي النجمي يخرج لاعبين ويوزع على كل الأندية. أنت تعال شوف، فتش بكل الأندية، أكثر لاعبين هلأ كانوا بنادي النجمة وتوزعوا على الأندية. هاي مشكلة كتير كبيرة. يمكن وضع البلد قبل كان جمهور، من وراء الجمهور يجي كتير لاعبين على النادي، من وراء اسم النادي، من وراء صار في شوي إبعاد الجمهور عن النادي، عن المدرجات، خلت شوي عدم الاهتمام. كيفك أنت والإداريين والإدارة؟ كتير منيح العلاقة، يهتموا ب يمكن هي المشكلة بكل لبنان، مشكلة المادية. ولكن الإدارة لهلا قايمة بواجبها، لا بيضل في قصص صغيرة، منا قصص كبيرة، مش بكل الأندية بتصير، لكن الإدارة لهلا قايمة بواجبها، وأنا علاقتي كتير منيحة. بدي تعليقك بصح أو غلط، أحدهم شبه وضع الكابتن موسى حجاج اليوم بنادي النجمة بوضع الكابتن جمال طه بالأنصار من سنتين ثلاثة، حدا عم يحمل كتير وفي مشاكل كبيرة جوات النادي وهيك. لك بموضوع الكابتن موسى صار في يعني كتير أخذوا عطب هذا الموضوع. بعتقد موضوع الكابتن موسى أنه يعني مثل هذيك اليوم قالوا أنه استقالوا، مش كل ما صار شيء بالنادي يعملوا قصة كبيرة. مشكلة أنه بنادي النجمة إذا يعني إذا الشغل موضوع منه محرز، يمكن كابتن موسى كان مريض مثلا وما نزل عليه استقال. مشكلة انه بنادي النجمة القصة اذا كانت كتير صغيرة بكبروها. هي عباس انه في كتير مشاكل مثل كل الاندية، كل الاندية فيها مشاكل. لا هن عم يحطوا على طول، عم بتجي القصة انه شو ما عمل لك، شو ما عم بيصير، عم بيحاولوا يطلعوا هيدا المشاكل كلها بموضوع اي موضوع بيصير صغير عم يحاولوا يطلعوه للتبرير. موضوع الكابتن موسى ما في اي شيء من اللي صار، وهاي الفريق لعب منيح وقدم مستوى منيح. الفريق اللي عنده مشاكل ما بيكون يعني ما بيقدم هالمستوى. اوكي ما عم نسجل، ترتيبنا هلا نحن يمكن خامس، لكن مباراه واحده الفرق. اوكي بس مش هالمشاكل اللي بتخوف. كيف العلاقات بين اللاعبين؟ كتير منيحه، ما في مشاكل. العالم ليش على طول بدها تفتش على شيء منه موجود؟ ليش على طول بنادي النجمه؟ ليش ما يعني انا كتير هجمت مرات قصه الجروب النجمه. يعني أنا بفوت على جروبات تانية وما بلاقي هالقصص وهالتحليلات وهالمشاكل وهالأمور وهالصور أنا كتير مرات بيطلع لاعب بيعمل مباراة كتير منيحة بيعتبروه خلص فوتبول على الجروب. هيدي غلطة، هاي غلطة، تلاقي بيرجع مستوى بينزل. هاي كتير هاي أمور بتأثر على الفريق وعلى الإدارة. بحترم كل اللي عم تقوله، بس في كتير لاعبين بيقولوا غير هيك، يستفلوا. انا ضد اي لعيب يطلع بيكتب يعني على انت عم تقول قناعه عباس ولا الواقع؟ لا انا عم بحكي انا اللي انا اللي انا بشوفه صح. انا بحكي اللي انا بشوفه صح. مين صديقك بين اللاعبين؟ حسين حمدان. ليش حسين؟ يعني لانه حسين انا ويا ربيانين من انا وصغار، لانه الكل اصحابي بس قبل ما اروح على فقره جديده لك تحيه على الفيسبوك من رجا رافع، بيقول لك انت صديق وغالي ومن احسن اللاعبين بلبنان، الله يحميك. وانا بتوجه له، وانا يعني مقصر بحقه، بس انا المشكله انه هو فل وانا كنت بالمنتخب ومفروض احكي ان شاء الله بتواصل انا وياه لرجاء. فعلا عباس عم بيقدم موسم من الاجمل لهلا، وان كانت نتائج فريقه مش كتير عم تساعده. نجم الرياضه والادب الحكمه الريسينج منتخب لبنان،
جوكر الستينيات لاعب منتخبي العرب وآسيا، كل هول للاعب لبناني، هو الياس جورج لاعب شامل دفاعا وسطا وهجوما، والأهم أنه كان دايما رمز للأخلاق الرياضي. الياس جورج لامس 75 سنة وبعده عم يناضل بحياة صعبة، كيف لا، وهو يلي لون ملاعبنا بأدائه العالي ولعب مع منتخبنا 14 سنة وبعده المرجع الأول للفوتبول بمحافظة الشمال كلها. الياس جورج اللي منحه الرئيس الراحل الياس الهراوي بالعام 1994 وسام الأرز بذكريات سريعة على مسيرته وقراءة بالواقع المحلي. أنا أحسن لاعب آسيا، اختاروني من الـ 11، رحت على منتخب العرب. منتخب العرب كنا 27 لعيب، رحنا منتخب كان من الدورة العربية، كان دورة عربية بالكويت، لعبت دورة عربية هون ودورة عربية بالمدينة وكأس العرب، يعني كانت أيام أيام حلوة كثير. الشيء اللي عم يصير هلا يعني من مقبول بشكل عام، عرفت كيف؟ يوم هالجمهور هذا اللي عم يجي قليل، وهذا المدربين هلا جيد مش يعني مقبول. من الشباب طالع اليوم جميل طه مثلا، أيام أيام زمان يعني همنت من حكمة إلا لازم موجود ما بصير في الفوتبول. خلت شو صار فوتبول فرد جهة ما شيء، بدنا نعطي فوتبول لابناء كله. الله يطول بعمرك. 6 نقاط بيفصلوا بين الأول والسابع ببطولة الدرجة الثانية حتى تكون المنافسة أيضا بهالدرجة مشتعلة. الأسبوع السابع من بطولة الدرجة الثانية تم افتتاح مبارياته بلقاء جمع فريقين من العاصمة بيروت، انتهى بفوز الشبيب المزرعة على حساب التضامن بيروت بنتيجة 3-2. التضامن بيروت أنهى الشوط الأول متقدما بهدف، لكن رد الشبيب المزرعة كان قاسي بالشوط الثاني بعد تسجيله 3 أهداف متتالية ليقلب تأخره من خسارة 0-1 لتقدم 3-1 قبل ما يقلص تضامن بيروت النتيجة ل 3-2 من دون ما ينجح بإدراك التعادل. ببقية النتائج الخيول حقق فوز الثاني المتتالي وكان خارج أرضه على الأهلي النبطية 2-0. الشباب طرابلس تغلب على حركة الشباب 1-0، أما الغزية فتصدر المرحلة بعد فوزه الكبير على العمال طرابلس 4-1 بفارق المواجهات على النبشيت يلي ارتاح بهالجولة. الأهلي صيدا حقق النتيجة الأكبر هالأسبوع على حساب النهضة بر الياس بخماسية نظيفة، بينما أضاف الحكم تعادل جديد لإله بالدوري وهالمرة مع الرياضة والأدب 1-1. قبل ما نحكي عن المنافسة والنتائج ببطولة الأشبال، بطالب الأهالي يلي عم يتواجدوا على المدرجات لتشجيع أولادهم يكونوا هاديين، يكونوا نموذج للتقبل وما يضغطوا على أولادهم بكثرة الصراخ والحكي، لأنه مش هيك بيصنعوا لاعب فوتبول. فنياً الـASA أو الجبل مجد البعنة عم يواصل انتصاراته مع منافسة من شبيب المزرعة والعهد. منطقياً خرج الأنصار من المنافسة بسبب نتائجه المتواضعة مؤخراً، وخصوصاً بعد تعادله مع برشلونة 2-2 على ملعب الصفا بحضور جمهور كبير من أهالي اللاعبين. برشلونة نجح بالتقدم بهدفين عبر قاسم حايك وستيفان جدعون بالشوط الأول، الأنصار انتفض بالشوط الثاني وسجل هدفين بواسطة ورد المصطفى وعيسى خريس. الشبيب المزرعة واصل نتائجه الجيدة وفاز على تضامن بيروت 4-0، فأكد قدرته على المنافسة لما صار تاني من دون خسارة، وإن كان ما واجه حدا من الفرق القوية بعد، وراح يكون أولاً الأحد ضد العهد يلي ما لعب هالأسبوع. أما الصدارة فبقيت للجبل مجد البعنة يلي تجاوز الرسم بسهولة 10-1 وهو بيرتاح الأحد الجاي. شو صار معهم فقرة دايما أو أحيانا بعرف شو في بقلبها قبل ما تنعرض، لأنه بخبروني الشباب اليوم عارف قال لي أنه محضر مفاجأة، خلينا نشوف. بس اسمع مني يا اللي مجنني،
بس شرب الكريم عم يعطي تعليمات للعميد كبيرة. من أجواء الفرح وإن شاء الله دائما أيامكم كلها فرح، بنروح لأجواء عباس شوي حزينة. بنتذكر كلنا سوا الثلاثة الماضي كان لبنان كله عم ينصدم بالاعتداء على السفارة الإيرانية، ومثل العادة حصة كرة القدم اللبنانية كانت حاضرة مثل كتير مناسبات للأسف من خلال المشجع النجماوي أحمد زرعت. أحمد يلي كان بقصيدة على صفحته على الفيسبوك توقع استشهاده بهالطريقة، بمعنى تاني نعى نفسه، شيع بمأتم حضر فيه عدد من جمهور النجمة وغابت عنه إدارة النادي. أنا بقول عن ابني أنه يمكن ما في مثله بأخلاقه بإيمانه، صعب الواحد يحكي هلأ بهيد الظرف يعني، بس إنسان خلوق كتير. نادي النجمة على طول عم بيدفع الضرائب بكل حدث بهالبلد، كل ما يصير انفجار نادي النجمة عم بيطلع له حصة، الحمد لله رب العالمين. أحمد كان عم بيحضر حاله يروح يحضر ماتش المنتخب، هو أحمد كل عالم بتعرف هو عضو مكتب جمهور نادي النجمة. شهيد أحمد كان واحد من النجموية الأصيلين يلي كان كل ماتش يكون متواجد من الأوائل على المدرجات. أحمد زرائي النجماوي الأصيل، الإنسان اللي كان وفي لفريقه، الإنسان اللي كان حابب يحضر، كان حكي معي قبل ما يستشهد إنه في جمهور لنحضر مباراة نادي النجم، قلت طبعاً في جمهور، قال لي أنا حكون أول واحد. الشهيد أحمد مثله مثل كل النجماوية كان ينطر ماتش النجمة الناطرة، كان ناطر ماتش المنتخب ليروح يحضر ماتش المنتخب وطلع الانفجار. الله يرحم أحمد زرائت، عباس عطوي الوحيد اللي كان موجود من نادي النجمة غير الجمهور طبعا. أنا بدي أعزي اسمي واسم اللاعبين واسم الجهاز الفني، بدي واسم الإدارة أعزي أهل الشهيد أحمد. يعني أكيد شيء حزن وأنه شاب بأول عمره يروح بهالطريقة يستشهد بهالطريقة، هيدا لبنان بالنهاية أكيد. يعني أنا الله يصبر أهله طبعا، وإن شاء الله نحن منكون حد أهله. عباس بالدقائق المتبقية من الحلقة رح نحكي شوي عن المنتخب، وإذا بقي وقت بنرجع لموضوع النجمة. خليل الزين من ألمانيا سؤال شوي غريب، بيقول لك مين وراء المؤامرة على بوكير، مين وراء ابتعاد عدد من المغتربين عن المنتخب؟ ما بعرف إذا في مؤامرة، هل بتملكوا الجرأة لمناقشة أخطاء جنيني؟ بعتقد إذا قصدك يا خليل نحن كتلفزيون أو كقسم رياضة، بعتقد التقرير اللي بأول الحلقة مرة كان فيه رأينا بالتفصيل بإيجابيات وسلبيات المنتخب، وما تعودنا نجامل، بنقول الحقيقة إنما بنقولها بهدوء وتروي وموضوعية بدون حد، لأنه الحد بالدور ما بتفيد. عندك تعليق على السؤال؟ يعني ما بعرف، أنا منه سؤال لينجاوب عليه. بنتابع شو أسباب تراجع مستوى المنتخب؟ يعني المنتخب الفكرة أنه مش تراجع مستوى، يمكن المنتخب بماتشين الكويت كان المفروض نحن ناخد مباراة من الاثنين اللي صارت هون واللي صارت هون، واللي كانت أقرب لألنا أنا بعتبر أنه اللي مباراة الكويت الكويت بالكويت. كمان نرجع شوية أنانية من بعض اللاعبين، لكن مباراة خلصت تصفيات، كان بعد عنا أمل إن شاء الله بنقدر نتأهل. كنت راضي عن التشكيلة اللي لعبت أمام إيران؟ هذا شيء يرجع للمدير الفني. شو رأيك بالمدير الفني الحالي؟
عم يشتغل كتير منيح، جهاز فني كتير منيح، كلياقة وبدنية كل شيء عم يشتغله كاحتراف. يمكن بعد لهلا يمكن العامل والجو ما عم يساعدوا للمدرب، لكن كشغل كتحضير كهيدا كله عم يكون ممتاز. يعني انت لما بقلب الكويت بالدقيقة 80 من الدقيقة 80 لدقيقة 90 انت ضغط الكويتية وعم تعمل فرص، وهيدا هيدا شيء انه في شيء سؤال حلو. انا بعتبر انه لو المنتخب روح ماتش الكويت يمكن هاي الاسئلة كلها انقلبت. يمكن حدا بيسألك هل لازم يتأقب جنيني أكثر من لاعبين المنتخب من خلال الإقامة بلبنان والتفاعل اليومي معه؟ ممكن كمان شيء، كل شيء إيجابي المفروض يصير، يعني ممكن كمان هيدي شغلة ممكن لازم تصير. هل بتشوف إنه محمد غدار كان صح يكون أساسي بالمنتخب؟ لكن محمد قدم يمكن بماتش الكويت اللي هون، محمد المشكلة الوحيدة إنه محمد ما عم يلعب مع نادي، حساسية المباريات هيدي هي، بس هي المشكلة الوحيدة. لكن محمد هو هداف، بس المشكلة انه محمد ما عم يلعب ولا مع اي نادي، فهذا شيء كمان. شو رأيك باستبعاد هيثم فاول؟ هيثم ما بعتقد المشكلة فنية، المشكلة يمكن صار في مشكلة بينه وبين الجهاز الفني. فنيا المنتخب بحاجة لهيثم؟ هيثم اللي كان ايام بوكير بالتصفيات الاولية، يعني اول لمستوى عالي كتير منيح. هل المنتخب بحاجة لأحمد زريق، علي السعدي ومحمود العلي؟ فنيا عم نحكي المسائل الثانيه ما لك على المنتخب يعني. بحاجه لاي لاعب بفيد المنتخب. برايك فينا نتاهل كافضل تالي ان شاء الله؟ مين هو المهاجم الصريح اللي بتشوفه بالمنتخب ومش موجود بالمنتخب؟ مشكله لبنان ما في مهاجمين صريحين. شو رايك بموني؟ موني انا كنت افضل موني يلعب بهالمباراتين كمهاجم. موني من أحسن اللاعبين بلبنان مهاريا وفنيا، وموني بعتقد بمباراة تايلاند كان كتير منيح، والمباريات الباقية كمان كان كتير منيح، حتى بالمعسكر تبع إيطاليا كان موني عم بيقدم مستوى كتير منيح. شو أكتر مركز بتحب تلعب فيه؟ صانع ألعاب. مش محل ما لعبت بالمنتخب؟ بالمنتخب لقيت نفسك بهالمركز؟ أنا مش كل مركز بنص الملعب بقدر العب فيه، والمدرب جنيني كان طالب مني مهمات تكتيكيه للعبت بهذا المركز، وكنت كتير مرتاح، يعني حتى كنت عم اقدم مستوى يمكن مثل ما شفت انت، بس كان في مهمات تكتيكيه بده اياها الكوتش جنيني لانا لعبني بهذا المركز. مين اقرب صديق لك بنادي النجم؟ مش عم بحكي كلاعب، عم بحكي من نادي ومحيط النادي. يعني ما بدي سؤال مصطفى العدو. ليه؟ لأنه مصطفى يعتبر ابن أبو علي، وأبو علي الله يرحمه بعتبره أنا يمكن بمثابة والد لإلي كان. شو رأيك ببعض النفور الموجود بين بعض خليني سميهم الأعمدة بجمهور النجمة وإدارة النادي؟ المشكلة إنه عم بتصير إنه كل واحد بطل في ثلاث، يعني ما بدي أقول الكل صار بطل عم يفكروا بالنادي، صار كل واحد عم يفكر إنه أنا لازم أكون هون وأنا لازم أكون هون وأنا لازم أكون هون، وانا بعتبر انه هيدا النادي لازم يكون للكل، والكل يوقف ورا هيدا النادي، ما في انا هون وانا هون وانا هون. نادي النجمة اكبر من كل شيء، ومن كل لاعبين ومن كل مدربين ومن كل الجمهور. نادي النجمة ما لازم يكون في خلاف على هيدا الموضوع. انا بعتبر جمهور نادي النجمة هو نادي النجمة. شو ناقص الجمهور ليرجع يلتف حول نادي هذا؟ اخر سؤال. شو ناقص؟ شوية عطاء من الإدارة، شوية عطاء من مكتب الجمهور، شوية اهتمام بالجمهور أكثر وأكثر وأكثر، أكيد الجمهور بيرجع، وأكيد النتائج الفريق. عباس عطوي أنا بتشكر وجودك بأوفسايد. أنا بدي أتشكركم، تشكرك أستاذ حسن، بس بدي أوجه سلام لشخص عمل عملية اليوم هو بمثابة خي حبيب نزال، بقول له الحمد لله على السلامة. كمان أنا بقول له الحمد لله على السلامة. حلقة أوفسايد لليوم انتهت، بذكر بمواعيدنا الرياضية الجديدة يوم السبت، طبعا ضمن الأسبوع الثامن من بطولة لبنان الصفا مع طرابلس من المدينة الرياضية، والأحد مباراة القمة بهالجولة
رح تكون بين النجمي وشباب الساحل، وطبعا مباراتين رح يحددوا بشكل أساسي طبيعة الترتيب. بيبقى نقطة أخيرة بدي أقولها، أنه كنا كتير حابين يوم الجمعة ننقل مباراة الريسينج والاجتماعي، إنما للأسف رغم كل المحاولات اللي بذلناها نحن والاتحاد بالتكافل والتضامن حتى ما حدا يفهم العكس، ما لقينا ملعب مؤهل أنه ننقل منه المباراة يوم الجمعة. لا المدينة الرياضية تستقبل يومين، ولا ملعب صيدا قادر يستغني عن مباراة درجة تانية. فللأسف مباراتين فقط منقولين، إذن السبت صفا طرابلس والأحد النجمي شباب الساحل. عباس عاطوي مجددا شكرا، إلى اللقاء مشاهدينا يوم السبت بالدوري المباشر.